بالنسبه للاخوان المبتدئين اللي ما عندهمش درايه في هذا المجال، الاخوان ننصحكم دائما ملي تمشيو تشريو المعزه مثلا، الا قال لكم مول المعزه خصوصا دوك الشناقه كينصبوا على عباد الله، الا قال لك المعزه راه ضاره بثلاث شهور ولا اربع شهور، راه سهله الطريقه غتمشي ليها كما قلت لكم، غتمشي ليها لهنايا هذه حتى هي راه ضاره كذلك. هي الا كانت دافعه شو الاخوان، كانت دافعه بحال هكا راه ضاره فعلا، اما لما كانت دافعه وكرشها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متتبعين الاعزاء، اتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده في احسن الاحوال. نشكركم متتبعين الاعزاء على الدعم ديالكم والتشجيع، قناتكم متواضعه، تاوش اخوكم عبد الحميد، دعمونا وجزاكم الله خيرا. كما كتشوفوا ما شاء الله الاجواء عندنا طاحت الشتا البارح وصبح الضبابه كما كتشوفوا، سبحان الله العظيم سبحان مبدل الاحوال. تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. كما كتشوفوا متتبعين الاعزاء اجواء عندنا راه ديال فصل الربيع سبحان الله العظيم، حنا دابا رحنا في فصل الصيف سبحان مبدل الاحوال، وهذا العام هذا سبحان الله العظيم راه مازال ما كايناش ديك الحراره ديال الصيف، وطاح الشتا عندنا البارح وصبح الضباب هذا الصباح في هذه المزرعه الجبليه هذه، خرا كلشي يابس كما كتشوفوا، الفلاح راه يبسات، هاد كاين هاد الزرع هذا راه يبس، مقالوش بزاف غنحصدوه ان شاء الله، والمعزه هاد الليله هادي راه ضرب واحد التدويشه صراحة ندوش. هو الجو راه ما باردش الاخوان، ما كاينش داك البرد يعني، الجو هو داك معتدل. المزرعة صباح كيجر، ما راه كيصبحو هنا يرعاو في الصباح بكري، كيصبحو يرعاو هما كيما كتعرفو، راه كيبقاو هنايا في هاد المزرعة كيباتو فيها. يعني ما كنسدوش عليهم في شي كوري ولا شي حاجة، هذا هو اللي مزيان في هاد المزرعة الاخوان، يعني ما عندناش شي مصاريف كثيرة، ما كان يعني ماشي بحال فاش كيكونوا في الكوري، خصنا نعطيهم الماكلة في الكوري وندفو داك الكوري، يعني كتكون مصاريف زايدة، اما هنايا في المزرعة راه كيباتو في هنايا في الخلا. دابا راه نديو نحلبهم ان شاء الله، واليوم ان شاء الله الاخوان غادي نقول لكم معلومات على كيفاش طريقة باش تعرفوا المعزه اللي تلقحات. دابا راه لاحظتوا الفحول راه توقفات على التزاوج الاخوان، راه الاكثريه ديال المعز راه تلقح، وغادي نشارك معكم الاخوان الطريقه كيفاش نعرفوا المعزه تلقحات، طريقه سهله وكذلك المعزه اللي ضاره، المعزه العشره حتى هي كيفاش تعرفوها، باش راه عندي واحد العدد كثير ديال المعز عشرات، تقريبا واحد 40 معزة ما بين الجديات اللي كانوا ما ولدوش ليا والمعزات اللي الوالدات، هم تلقحوا في شهر فبراير. والمعز تبارك الله راه صابح فيه الحليب الاخوان، واخا طاحت عليهم الشتا البارح صابح فيهم الحليب، دابا راه نديو نحلبهم. يلا كيعجبهم يتحكوا على الموطور، نسد الاخوان هاد الباب هذا دائما مع كاينين العودات هنايا باش ما يخرجوش. المعز دابا راه كيمشي بوحدو، شو راه صافي فيهم الحليب تبارك الله،
انا كنعطيهم واحد الكميه قليله ديال العلف، هو راه موجود الاكل هنا، مرعاه موجود ما شاء الله. اخوان تبارك الله عليكم، اليوم ان شاء الله راه نشارك معكم كيفاش تعرفوا المعزة اللي تلقحات. كتعرفوا دابا الفحول راه مع المعز راه توقفات على التلقيح، وغادي نوريكم المعزات اللي تلقحوها الاخوان بطريقة سهلة. غتعرفوا المعزة اللي تلقحات وكذلك المعزة هي اللي عشرة، المعزة اللي عشرة راه عندي بعض المعزات كانوا لقحوهم الفحول في شهر فبراير شهر جوج بحال هادي الاخوان. هادي راه يعني طريقة سهلة باش تعرفوا المعزة عشرة الاخوان. الشورى كيكون هذا العضو التناسلي ديالها خارج برا الاخوان، واللي راه فيها الكراد خصني نعقم المعزة الاخوان، راه كاين الكراد دابا حاليا. شوف الاخوان، وتا الحليب راه مابقاش فيها. شوف الحليب راه مشات كتنشف من الحليب، هادي دابا مكنحلبهاش. ويا الاخوان فاش كنعرفوا المعزة بأنها قربت تولد، بأنها عشرة ملي كتبقى لها الولادة شهرين، يعني كتكون تلقحات بثلاث شهور، عادة كتسهل علينا الطريقة باش كنعرفوها راها عشرة. هادي بقى مبقالهاش بزاف باش تولد، تولد شهر سبعة إن شاء الله. هانتوما الإخوان، أما هادي إلا لاحظتو راه عندها العضو التناسلي لداخل، اللي كيكونوا عشرات غيولدوا لينا كيكونوا دافعات برا، تيكون يعني العضو التناسلي ديالها دافعه برا. اما هذه لا، هذه راه ما غاديش تولد يعني من دوك. وهاد المعزة راه كانوا كيحلبوا من هذوك اللي ولدوا لنا في نوفمبر، هذو اللي غيولدوا يعاودوا يولدوا ليا. اما المعزة الاخوان اللي تلقحوا دابا حاليا، كيفاش كنعرفوا المعزة تلقحات؟ لان واخا ما نشوفوش الفحل لقح بنهار، راه كيلقحوا حتى بالليل، الاكثريه راه كيكونوا اللقاحات في الليل. ها انتم الاخوان شو كيفاش كيكون الديل ديالها من هنايا، كيكون فازق يعني كيكون يابس فيه داك السائل ديال الفحل. ها انتم هذه هي الطريقة باش كنعرفوا بأنها تلقحات. هذه كذلك تاهي الإخوان، هذه تاهي راه تلقحات. هاهو راه باقي داك السائل ديال الفحول، وكيكون عندهم يابس هنايا بحال التراب. هذه كذلك الإخوان راه تلقحات، شتو هاهو باين هنايا بحال التراب يابس. يعني الطريقة سهلة باش تعرفوا المعزة تلقحات الاخوان. ومثلا بالنسبة للاخوان المبتدئين اللي ما عندهمش دراية في هذا المجال الاخوان، ننصحكم دائما ملي تمشيو تشريو المعزة، مثلا الا قال لكم مول المعزة خصوصا دوك الشناقة كينصبوا على عباد الله، الا قال لك المعزة راه ضارة بثلاث شهور ولا اربع شهور، راه سهلة الطريقة، غتمشي ليها كما قلت لكم، غتمشي ليها لهنايا هادي تا هي راه ضارة كذلك. هي الا كانت دافعة، شوف الاخوان كانت دافعة بحال هكا راه ضارة فعلا، اما لما كانت دافعة وكرشها خاوية راه ما ضارش. يعني راه الطريقة سهلة، خص غير شوية المعرفة وصافي. هانتو حنا راه ما كنجيبوش الطبيب البيطري اللي كيشوف لنا فاش كنعزلو دوك المعزات الضارات، راه كنشوفو غير بهاد الطريقة اللي كانت دافعة صافي، كنعرفوها بأن راه عشرة ولا حامية. والطريقة أخرى اللي وريتكم كيفاش كتعرفوا المعزة بلا تلقحات، يعني راه كلشي ساهل، خصها شوية المعرفة والتجربة ضروري، إلا ما كانت التجربة ما كيعرفش الإنسان. ونتمنى الإخوان تكونوا استفدتوا، ما تنساوش أخوكم عبد الحميد دعمونا وعزيزكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.